ابو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا اطعم لحمه بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. ابو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمه مخصوصه لزبايننا الغاليين، والاوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 امام مسجد المجمع الاسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع اكتوبر الحي الاول خلف سنتر الامل عمارة اجيال، تليفون 012-77-80-45-53. ابو عبد الله الجزار اطعم لحمة واحسن اختيار. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومع مطبخ بنات حواء النهارده هيكون مختلف تماما. زي ما قدمنا لكم المطبخ العربي، المطبخ الصحي، المطبخ الشرقي، النهارده هيكون معانا مفاجاه ملك اللحمه ابو عبد الله الجزار. اهلا بيك، منورنا في بنات حواء. الله يخليك ست الكل. النهارده احنا هنعلمك ازاي تختاري اللحمه، ومش النهارده بس، هيكون على مدار حلقات هنعلمك ازاي تختاري اللحمه وكمان انواع اللحمه. صح يا ابو عبد الله؟ ان شاء الله. قول لنا بقى احنا هنعمل ايه النهارده؟ طب انا اولا النهارده طبعا احنا عايزين نمثل بس على جمهور بنات حوا طبعا وقناه الصح والجمال، وطبعا اخترنا برنامج برضو بنات حوا عشان هم دولت يعني دول اكتر عملاء لينا احنا بنات حوا. ايوه يعني طبعا. فاحنا النهارده يعني طبعا عايزين نعرف ست البيت ان هي ازاي. بص يعني قول لنا كل حاجه. طيب ماشي. طب احنا دلوقتي كل حاجه عايز نعرف. طيب طبعا عشان الوقت مش هيسعفنا، فاحنا جبنا ربع عجل النهارده. تمام. اللي هو الفخده. الفخده بالانتركوت. طب الفخده بتتكون من ايه بقى؟ بتتكون من موزه، اللي هي الموزه دي كده، دي الموزه دي كده عشان برضه الستات بيبقوا عارفين، دي الموزه اللي جنبيها دي بقى فرخه الموزه اللي تحتيها برضه بالظبط كده، دي بتبقى فرخه الموزه. الموزه وفرخه كلنا الموزه كلنا عارفين حاجات الموزه كده اللي معينة. فيها الجيلاتين، اللي هي فيها الجيلاتين كتير قوي. اما فرخه الموزه الجيلاتين بتاعها قليل جدا، بس هي انعم من الموزه. ودي على فكره فيها اقول لك معلومه دلوقتي، لو قلت لك ان هتلاقي مكتوب كلمه لفظ الجلاله، لو انا قطعت دلوقتي فرخه الموزه دي دلوقتي كده هوريكي لفظ الجلاله برضو، لو الكاميرا جابته معانا هوريها لك ظاهره ازاي في فرخه الموزه بالذات، يعني لان برضو دي دليل على ان فرخه الموزه انعم من الموزه. يعني انت حضرتك مثلا لما تلاقي هنا مثلا الموزه هنا هتلاقي فيها جيلاتين، هتلاقي الجيلاتين ده كده، ده هتلاقي الجيلاتين ده فرخه في الموزه، دي الموزه، دي الموزه. احنا في اسماء معينه احنا عارفينها كستات، لكن انت بقى هتقول لنا انواع اللحمه كلها. طيب دي احنا قلنا دي كده الموزه، دي احنا عارفين الموزه. دي بقى فرخه الموزه اللي هي دي كده، فرخه الموزه لو احنا جينا قطعنا من هنا كده، لو الكاميرا صلبت معانا كده شوف كده، دي برضو كده طبعا هنعرف كل نوع بنستخدمه في ايه. بص هتلاقي كده مكتوبه معروفه كده، هتلاقي فيها لفظ الجلاله هو مكتوبه بقى واضح ده. دي في فرخه الموزه، فرخه الموزه دي بتبقى ورا الموزه على طول، بتبقى اللي هي تحت الموزه على طول، فرخه الموزه. دي كده فرخه الموزه، دي ناعمه، دي انعم من الموزه، بس الموزه طبعا بتتميز بالجيلاتين اللي فيها، في ناس بتحبها كتير قوي، اللي هي الموزه دي كده بيطلع عندنا. طب المفروض ان دي يعني استخدمها انا انعم حاجه، دي انعم حاجه في الفخده؟ هي انعم حاجه في الفخده دي انعم حاجه في الفخده في كولاطه. انعم من دي كمان، انعم من دي، بس هي فرخه الموزه ناعمه جدا برضه، يعني انا بتكلم بس على ان ايه. طب خلينا نمسك حته حته كده، المفروض ان انا طلعت الموزه، طلعت الموزه، انا لما اجي اقطعها مثلا دي الموزه كده يبقى عندها جزار. دي تستخدم في ايه بقى؟ دي تتعمل في الفته، تتعمل صواني للموزه، يعني تعمل اي خضار يعني عامه يعني كده في الخضار. بس انا برضه لما اجي عند جزار برضه النهارده اقول له اقطع ازاي، هل اقطع كده ولا اخدها كده؟ لازم اخد عكس النسيره كده، يبقى أيوة عندي دي أهم حاجة. يبقى عندي كده دي حلقه الموزه دي كده، دي الموزه دي كده، دي كده دي الموزه. عكس النسيج ولا لازم اكون عكس النسيج؟ لا لازم اكون عكس النسيج، وعكس النسيج هيبان اكتر برضو معانا في وش الفخده
عشان دي اللي هي بتتميز بقطعه البفتيك. عشان دي تبقى حمراء خالص اللي هي دي مثلا كده، يبقى احنا مثلا كده قلنا عرفنا دي الموزه ودي فرخه الموزه، وده وش الفخده، ده وش الفخده كده. معانا فخده يا جماعه، معانا ده وش الفخده ده كده برضو عشان برضو ده جاموسي ولا بقري؟ لا ده بقري، ده بقري كندوس صغير. هل نفس المسميات هي نفس الجاموسي هي البقري؟ لا لا لا، البقري حاجه والجاموسي حاجه. يعني النهارده دي ايه؟ ده بقري كندوس، ده بقري. معانا يا جماعه واحده واحده عشان نعرف كل حاجه عن اللحمه. الجاموسي بيبقى النسيج بتاعه خشن شويه، بيبقى بياخد سوى. لا خلينا بقى في البقري النهارده ومسميات البقري. لا دي بقى ده البقري، ده البقري اللي هو الكندوز الصغير بيسموه كده، ده البقري الكندوز الصغير. يعني ده دي فخده عجل كندوز صغير. ده بقى انا عندي تاني طلعت وش الفخده، بطلع هنا بقى ايه؟ عرق التربيانكو اللي هو اللحمه البارده. عرق التربيانكو ده اللحمه البارده، ده اللي هو بيتلف بالخيط. ايوه برضه اللي عملنا كده ويتشوي؟ لا ما يتشويش، ده لا بيتعمل ايه؟ ده بيتعمل روستو او لحمه بارده. ده بيتلف اللي هو بيتلف بالخيط، وبتحشي توم وبتحشي مكسرات وكده وجزر. ايوه ده بس ده بياخد سوى شويه، ده معروف ده، لان في الفخده فيها عرقين، فيها عرق اللي هو بتاع التريبيانكو ده لحمه البارده، وفيها عرق تاني اللي هو الفليتو. احنا ما رحبناش عبد الرحمن. عبد الرحمن الشيف الصغير. عبد الرحمن ابن الحاج عبد الله، ابو عبد الله. طيب خلينا بس، احنا شايفين كده هنا يا جماعه السجق. السجق برضو ابو عبد الله الجزار، واضح ان هو ممتاز جدا. هتغدينا ايه النهارده؟ هغديكوا سجق. سجق؟ هغديكوا. طب خلي تعالى عبد الرحمن كده يبدا لنا كده. طبعا احنا حطينا مثلا عشان احنا واحنا بنعرف اللحمه هو ايه يغدينا النهارده. طب طبعا انا مش هسيبكم النهارده، لازم اتغدى. انا هتغديك يا استاذه النهارده ان شاء الله كده. هنرمي السجق دلوقتي كده في عبد الرحمن. ارمي السجق طبعا. ماده دهنيه هنا دي، ماده دهنيه عشان انتوا ما عندكوش سمنه ولا زيت هنا، فحطينا ماده دهنيه من الكندوس. لا احنا عايزين السمين كله. طيب. احنا خدنا حته حلوه كده. طيب خلاص كده يعني السجوء. عادي انا ممكن اعملها بالليه عادي. بالليه او هو السجق بتاعي عشان زيت. عشان ده بيبقى لحمه صافي. انا ما ده السجق عندي حتى في المحل عندي بيبقى لحوم صافيه. انا بصراحه جربت يا جماعه السجق لحوم صافيه، لحمه ما شاء الله. يعني طيب احنا نرجع تاني، طلعنا موزه، فرخه الموزه. تمام. ده العرق التريبيانكو اللي هو اللحمه البارده، ده العرق التريبيانكو اللي هو ده اللحمه البارده. دي بس بتستخدم كده، بتستخدم في الروستو اللي احنا نعملها روستو. روستو وفي يعني في ناس بتحبها بتتقطع حلقات، اللي هي مثلا انا ممكن اقطعها كده كده، بتبقى اللي هي بتبقى حمراء خالص قوي كده، واقطعها حلقات وهسلقها واحمرها تبقى كده. حته لحمه بتبقى يعني برضو ايه، هي بتاخد سوى شويه بس لها طعم مختلف يعني. طيب خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني نشوف الموضوع ده. ماشي استاذ. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم بعد الفاصل مع ابو عبد الله الجزار، وازاي ان انت تعرفي انواع اللحمه. احنا عرفنا ايه اول حاجه، الموزه يا ابو عبد الله. دي الموزه. موزه. دي الموزه. ودي فرخه الموزه، ده عرق التربيانكو اللي هو اللحمه البارده بيتلف روستو او ممكن يتقطع حلقات زي كده برضو. تمام. ويتسلق ويتحمر، بس دي اللحمه بتاخد سوى شويه. تعملها شوي كده على لا هي مش شوي، بس لازم تتسلق الاول عشان دي النسيج بتاعها دي عضله جديده شويه. تمام. الروست اللحمه البارده بيبقى النسيج بتاعه شويه غير عرق الفليتو يعني. تمام. ماشي. تمام. فطيب احنا قلنا بقى طبعا اللي خلاص كنا المكونات، الموزه، فرخه الموزه، وعرق التربيانكو. تمام. في بقى وش الفخده، في السمانه، في الكولاطه، في ظهر الفخده، في بيت الكلاوي والانتركوت. في فرق بين بيت الكلاوي والانتركوت. بيت الكلاوي اللي هي السبع ريش الصغيرين. السبع ريش اللي هم الصغيرين هم تحت الفخده على طول بعد الكولاطه على طول، دول هم بيت الكلاوي اللي هي بيبقى ماسك فيها الفليتو كده لما تكون بالعظم بتاعها، اللي هم بيتقطعوا مع بعض، اللي هم بيتسموا التيبون ستيك، اللي هي بتبقى عامله زي حرف ال كده، اللي هي التيبون ستيك دي بالعظم اللي هي بيبقى الفليتو. انا اروح اقول للجزار انا عايزه بيت الكلاوي ده عشان اعمل بايه؟ ده ستيك صينيه. ممكن شوي او صينيه، ما ينفعش حاجه غير وينفع خضار طبعا. هي حته لحمه ناعمه، هي ناعمه يعني. حته لحمه ناعمه. انا لما اجي النهارده الانتركوت ده مثلا كده، ده بيت الكلاوي، انا ده اللي هو بيتقطع ستيك كده. طب شيل لنا الحته دي كده، شيل لنا دي عشان نبين بس لست البيت ازاي حضرتك بتقطعها. ماشي.
ده كده ستيك. ده كده ستيك. اه كده تمام. ده كده ده الستيك ده كده تمام. ده اللي هو اللي بيسموه بقى انتركوت بيتكلاوي، هم بيسموه كده. ده انتركوت ده يمشي صينيه او شاوي برضو على على جريل. ملح وفلفل اسمر بس كده، وسبع دقائق كده وسبع دقائق كده. اه لكن كل ما هتعديه اكتر في السوى هيشد معاك، لان انت كده لازم يكون حاجه ولدن كده، بيكون ايه سبع دقائق بس. سبع دقائق بس ده انتركوت. ودي لحمتنا احنا كده برضو تحدي يعني. خليكي معانا عشان هتعرفي كل اسرار اللحمه. طيب كده عرفنا كده. في بقى في حاجه ظهر الفخده، ده يفضل فرم بس. ده دي اسمها ايه بقى؟ ده ظهر الفخده. ظهر الفخده اه النسيج بتاعه زي العرق اللي هو التربيان كل اللحمه البارده، بياخد سوى شويه. تمام. فانا مثلا لما اروح عند جزار ظهر الفخده اعرف ان العضله بتاعته شديده شويه، فيفضل تبقى مفروم. يا اما هسويها هتاخد معايا سوى، لان العجل كله مش كله قطع مميزه. العجل زي ما فيه قطعه ناعمه برضو فيه قطعه ايه؟ خشنه. فيه قطعه خشنه، فمن القطع الخشنه برضو في العجل. تمام. اللي هو ظهر الفخده. انت هتلاقي حضرتك برضو النسيج بتاعها بص عامل ازاي؟ هتلاقي العضله بتاعتها النسيج يعني بتاعها. انا عشان اعمل مثلا لحمه مفرومه اروح اقول للجزار انا عايز ظهر الفخده، لان ده اللي ده هيبقى برضو احمر خالص. اه يا برضو اللي عايز مفروم احمر خالص، بص كده ظهر الفخده عامل ازاي؟ ده ظهر الفخده ده كده. هتلاقي النسيج بتاعه زيه زي عرق التريبيانكو نفس اللحمه البارده، لان هما الاثنين اصلا بيبقى جنب بعض. فدي حته لحمه بتاخد سوى شويه. فيفضل مفروم، يا اما لو اتعملت خضار يبقى اللي بيسوي يبقى عارف ان دي هتاخد سوى معاه شويه. تمام. طبعا غير الموزه، غير فرخه الموزه، غير الكولاطه، يعني من النواشف في الفخده كلها. لان يعني دي انا لو خدتها وعملتها في الخضار هتقعد معايا، هتقعد معايا سوى. انا لما انا دلوقتي انا جبت الفخده دي اللي هي ربع العجل. تمام. فانا لما ادور في الفخده ايه اللي خشن في الفخده؟ ما عنديش خشن في الفخده غير هو ايه؟ ظهر الفخده. تنفع كباب حله دي؟ تنفع كباب حله بس هتاخد سوى. برضه هتاخد وقت. هتاخد سوى. يعني انا دلوقتي لما اروح اقول للجزار انا عايزه مثلا كباب حله ممكن يديني الحته الخشنه دي وانا ما ابقاش عارفه. بالظبط كده. وممكن برضه العميل برضه مرات بيبقى بيخش بتعجبه حته لحمه حمراء كده بيقول اديني منها. يعني برضه حتى ما بيعرفش هو هي دي اسمها ايه. هو ما يعرفش. العميل ما يعرفش اسمها ايه، بس المفروض برضه الجزار بيقول له، بيقول له الامانه عشان دي هتاخد سوى. عند ابو عبد الله الامانه عشان يحافظ على العميل بتاعه، لانه لو خدها النهارده وخدت سوى معاها هيقول له لحمتها الكبيره ومش هيجي له تاني. ايوه. لكن اللي انا عايز اوصله ان انا لما اكون عندي فخده ادور انشف حاجه في الفخده ايه؟ هو ظهر الفخده. تمام. اي قطعه تاني في الفخده اخدها ما فيش مشكله عندي، بس ظهر الفخده يبقى يا اما في الفارم يا اما هستخدمه مثلا هعمله في الخضار، بس انا عارف ان انا واخد حاجه بتاخد معايا سوى شويه. تمام. بس يبقى عندي ظهر الفخده. خلاص يبقى احنا عرفنا ظهر الفخده يا جماعه دي للفرم. ده للفرم. انت تروح للجزار وتقولي له انا عايزه ظهر الفخده. طيب عندي بقى السمانه. السمانه دي بقى بتاعت البوفتيك وبتاعت كباب الحله. السمانه دي من النواعم، السمانه انعم من وش الفخده. لما اجي برضه امشي بها درجات كده هلاقي السمانه انعم من وش الفخده. وهلاقي الكولاطه انعم من السمانه وانعم من وش الفخده. يبقى انا لما ادور في الخضار يفضل معايا الخضار او كباب الحله، يبقى انا يفضل معايا في الفخده يفضل معايا الكولاطه في نسبه دسامه بسيطه شويه. انا عايز اعمل اكل مثلا للاطفال او لكبار السن اللي هم بيبقى عايزه الحاجه طريه. اروح اقول له ايه؟ اديني الكولاطه. 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 يا اما مجلس السمانه برضو من النوام، يعتبر الكولاطه رقم واحد مثلا في النعوميه يليها السمانه. وفي حاجه كمان في السمانه، لو انا مثلا حضرتك مثلا كست بتروح تقول له اديني السمانه دي على بعضيها كده، طب انت هتعملي بقى السمانه على بعضيها؟ انت مش هتستخدميها ازاي؟ عندي قطع يعني دي حاجه اسمها ورد السمانه. كذا قطعه السمانه. طبعا السمانه بتتفصل. طبعا انا مثلا لما اطلع دي كده دي اسمها ورد السمانه او الموزه بتاعت السمانه دي كده، دي بقى من النواعم جدا برضو، بس دي مش كباب حله بس، مش هتمشي معايا بوفتيك. دي كده بص كده مش هتمشي معايا بوفتيك. انا لما اجي افصل السمانه بفصل كده يعني كمان دي فيها كذا حته. طبعا امال دي فيها في صباع سمانه هنا تاني بقى ما نعرفش اي حاجه اللي هو طالع من الفليتو. يعني دي هوريها لحضرتك اللي ممكن بتعمل بقى بكاتا، تتعمل حاجات برضو ايه تبقى حمراء وناعمه. فانا لما اجي دي كده انا طلعت السمانه كده، دي لو طلعتها كده في كباب الحله من النواعم جدا. بص النسيج بتاعها عامل ازاي. واو دي ناعمه جدا جدا. النسيج بتاعها من دي انعم حاجه في السمانه. لو انا عملتها كباب حله او خضار اهي قطعة لحمة ناعمة جدا فعلا. دي شكلها فعلا ناعم. انا دلوقتي اروح اقول للجزار انا عايزة سمانة انا خلي عندي بتاعت الخضار ولا دي ايه؟ ما دي السمانة دي تمشي معايا خضار وتمشي معايا بوفتيك، تمشي معايا كل حاجة. تمام. زي وش الفخدة باخد منه قطع للبوفتيك. تمام. لان البوفتيك مش هيطلع معايا من العجل كله غير من السمانة او وش الفخدة.
عشان انا ما هضرش في اللحم، لان دي اكتر جزء كتله على بعضها سليمه فيها اكبر كتله لحمه حمراء، وش الفخده والسمانه. طيب احنا بقى طبعا الموضوع ده يا جماعه في حلقات وحلقات مع ابو عبد الله الجزار، بس خلينا النهارده احنا قلنا دي ايه وايه وايه وايه. ده واحد اتنين تلاته كله اللحمه البارده. تمام. دي الموزه. موزه. دي فرخه الموزه اللي احنا قلنا لكم عليها فيها لفظ الجلاله. تمام. دي السمانه. السمانة. ده وش فخده، ده معروف الوش الفخده، ده كده وش الفخده. تمام. دي الكولاطه، ده بيت الكلاوي. بس احنا ما شرحناش دول، دول هنشرحهم الحلقه الجايه. استنونا بقى في الحلقه الجايه ان شاء الله هنشرح بقيه الفخده مع ابو عبد الله الجزار. والسجق بتاع ابو عبد الله الجزار ريحته فعلا تحفه جدا. هناكله بعد الحلقه ان شاء الله. نعمل لكم كمان مصنعات كمان برضه. الوقت خلص معاك بسرعه، ونشوفك ان شاء الله الحلقه الجايه. وقتنا خلص معاكم بسرعه جدا جدا. حلقتنا النهارده كان فيها حاجات مميزه، ومع ابو عبد الله الجزار كمان هنشوف حلقات وحلقات، وهنعرفك ازاي ان انت تستخدمي اللحمه في بيتك وتعملي مفروم وكل حاجه. اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله. مع السلامه. ابو عبد الله الجزار نقول كمان عندنا أطعم لحم بلدي فلاحي مخصوص من مزارعنا، يعني متغذيين مخصوص. أبو عبد الله الجزار كل القطعيات وكل الحلويات، ده غير العروض وكمان الخصومات. اللحمة مخصوصة لزبايننا الغاليين، والأوردر لكل مكان تلاقينا موصلين. فرع الشيخ زايد الحي 13 أمام مسجد المجمع الإسلامي، تليفون 011-46-88-26-75، وفرع أكتوبر الحي الأول خلف سنتر الأمل عمارة أجيال، تليفون 012-77-80-45-53. أبو عبد الله الجزار، أطعم لحمة وأحسن اختيار.